في كل مرة بنختار فيها حقل رقمي لعرض البيانات، الـ Power BI بيختار Sum by Default لتلخيص هذا الحقل. لو عملنا جدول بسيط حطينا فيه الـ Manufacture الشركات المصنعة مع الـ Product مع عدد الوحدات المباعة مع إجمالي الإيرادات، الحقول لنوعها رقم زي عدد الوحدات المباعة أو الإيرادات، تم عمل Sum. لو انا عايز اغير نوع المعادله عندي طريقتين، اليونت مش عايزه صام عايزه ابد. طول ما انا بستخدم معادله غير المعادله اللي محطوطه باي ديفولت لازم يكتب لي اسمها، يعني اليونت زيها زي اي رقم لغايه دلوقتي الديفولت بتاعها صام، فانا لما اخترت افريج لازم يكتب لي في الريبورت ان انت بتعمل افريج. طيب انا هحذف خالص الجدول ده، وتعالوا نقول ان انا عايز اليونت باي ديفولت يتعمل لها صم. فمن البروبرتيز بتاعتها من الموديلنج هقول له ان اليونت في اي مره استخدمها في اي مخطط تعمل لها افريج. يبقى انا لو جيت دلوقتي عملت الجدول وقلت له المانيفاكتشر والبرودكت اي دي واليونت، هو عمل افريج بس مش هيكتب افريج. ليه؟ لان هي دي الديفولت. لو غيرتها المره دي من الشارت فاليو الى سم هيكتب لي ان هي سم. تغيير العمليه الحسابيه اللي بيتم بيها تلخيص البيانات لا تنطبق على المخططات السابق انشائها. يعني انا هرجع دلوقتي اليونت هخلي الديفولت بتاعها سم، وهحذف خالص الجدول اللي هنا، وهعمل جدول بسيط بيعرض لي البرودكت اي دي مع اليونت. خلاص احنا فاهمين ان اللي ظاهر ده صم. انا غيرت اليونت خليت الديفولت بتاعها افريج، ده مش هيأثر على الشارت، لكن هو علشان يكون واضح في عرض البيانات هيكتب لي ان هنا معمول صم، لكن المعادلة نفسها مش هتتغير. لكن لو جيت عملت جدول جديد، الجدول الجديد هيكون بيستخدم افريج ومش هيكتب لي كلمة افريج. يبقى أنا عندي نوعين من السمرايزيشن، الديفولت وده اللي بختاره لليونت، وده باي ديفولت سم. أي فيل أي حقل رقمي الديفولت سمرايزيشن بتاعته سم، وأقدر أنا أغير لكل تخطيط نوع العملية الحسابية بأن أنا أختارها من الفاليو.